طبعا راح يكون الجار على يمين الشاشه، على الشاشه على يمين الشاشه. عبد الله الحاج ربي يحاول الاختراق. الكويت يلعب بخطه متقدمه مقطوعه من سعود الضويحي وفاست بريك، والهدف الاول والاهداف تشوف هذه الاعاده والمجهود الفردي الى علي عبد القادر الى مشاري الى حسين اخوه الى مشعل، ومشعل يستهدف الثاني لفريق الكويت. تصبح النتيجه اثنين لعبد القادر الى مشاري، ومشاري هذه التصويبه القويه وترجع فاست بريك سريع الى حسين صيوان، حسين الى مشاري العتيبي، وهدف، هدف مشاري العتيبي. سعود ضويحي عمليه القطع والنزول وعدم السيطره على الكره، ترجع الكره لسعود ضويحي اللي بيحاول الارتقاء والتصويب الخامس. خطأ دبل دربل يحتسبه حكم المباراة، تنفس سريعة إلى مشعل الحربي، أهداف مقابل ولا هدف لفريق الجاهرة. الكويت متقدم، الكويت تنفس سريعة، هدف، الهدف الأول 18 مساعد مفرع، أول هدف للجاهرة بعد مشعل الحربي. حلوة 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 حلوة، شوف التمريرة خل فيها توازن حارس المرمى، ومرح محمد بيحاول ينزل ساعد محمد سعود، وفي لمس كرت احمر من علي عباس الحكم الدولي الى محمد مفرح. نشوف اللعبه والقرار اللي اتخذه حكم المباراه. اوه البطاقه الحمراء، كره مشاري حلوه مقابله من لاعبين مقطوعه، مقطوعة ترجع لحامد صايلي إلى علي عبد القادر، علي عبد القادر هذا الهدف إيه حسين يشيلها أحمد الفرقة من الشوط الأول. مقطوعة من علي عبد القادر ومجهود فردي وفاست بريك، علي عبد القادر وهدف، وخلص الكرة داخل المرمى استقرار. ينزل حلوة حلوة علي عبد القادر، شوف حاول وصوب وهدف. فيصل إلى علي مراد، تسقط على الدائرة وهدف صيوان، وتنزيلة حلوة من على الدائرة وحسين. علي مراد فيصل يصوب ويسجل، فيصل صيوان عبد الله الحجري يحاول المرور لكن في اعاقه واضحه واتاحه فرصه من حكام المباراه بفارق 12 هدف 13 دون المتوسط من طرف واحد من طرف احمد مفرع. تصوير احمد مفرع، سعود ضويحي الى فيز علي مراد، الارتقاء والتصويب والتسجيل منطقه احمد مفرع، حاول الدخول والتصويب وثاني يتحرك احمد الفرح ويسجل الهدف الثاني لمشعل الحربي، مشعل ويسجل الهدف احمد الفرح في هول ويسجل رمي جزاء دون تركيز ودون مقابله واستلام حامد الصليلي ويسجل، شوف الارتقاء العالي سجلها و تصويبه وترجع من الحارس ورجعتين سعود التصويب واحمد فرحان 5-1 متقدمه. سعود الوحي وهدف مباراه اليوم الحكم الدولي علي عباس ويساعد الحكم فواز الخطيب تصويب. حجرة بيصوب لكن
ضاري بيحاول المرور تسقيط للدائرة وإلى سبع عبد حلوة مساعد لكن أحمد الفرحان صاح عبد الله حجرب بيمر يصوب ويسجل الهدف. شوف الاختراق والمرور من المدافعين وتصوير الثلاثة. سعود ضويحي يحاول المرور سلم لي مشعل مشعل تصويبة قوية الاثنين وعشرين. شوف الارتقاء العالي والتصويب الكرة مساعد إلى سعود عبد الله حجرب يصوب كرة ترجع للكويت اللي بنفذ الكرة العالية. كان مباراة اليوم علي عبد القادر سحب الدفاعات وسجل الهدف. شوف التمريرة شوف الارتقاء العالي شوف بيسجل تمريرة حسين إلى علي عبد القادر حاول الضغط والمرور والتصويب بكل قوة وتسجيل للكويت. شوف التصويب القوية حاول عبد رقم 25 عبد الله الحجرف يحاول المرور والوصول و شوف عبد الله الحجرف سحب فيها ودخل عبد العزيز نصار ويسجل من رمية الجزاء لكن ما يسيطر على الكرة تطلع فاست بريك إلى حسين العبدين وحسين حسين إلى سعود سعود تمريرة حلوة 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 لعبة تسلسل هدف 26. شوف عملية تسلسل والوصول للاعب الجناح صوب لكن أحمد الفرحان علي عبد القادر علي عبد القادر إلى حسين وحسين حسين صيوان. شوف حسين صيوان أخذ الخطوات القانونية والارتقاء من الجناح إلى سعود إلى عمر عبد الله الحجر في الارتقاء مقطوعة تمرر سريعة إلى ضاري تمريرة خاطئة حصلها سامح الهاجري وسامح 12 دقيقة و 53 ثانية المتقدم حاول ضاري ضاري دوران على ضاري وليد. شوف الدوران على المدافع حسين الشمري تمريرة حلوة وصد أحلى من أحلى كرة مع الكويت دخول من مشعل مشعل ودخل وسجل هدف يحولها سريعة علي عبد القادر إلى سامح الهاجري وسامح سجل هدف 29. شوف الارتقاء العالي من علي عبد الله الحجرة إلى ضاري ضاري لوب حلو وهدف فيصل سوان علي عبد القادر من ثبات مشعل حربي بيصوبها بكل قوة ويسجل هدف لإلك سعود طويحي فيصل صيوان علي مراد يصوب وتسجيل هدف. شوف الارتقاء العالي والتصويب بكل قوة وتسجيل الهدف إلى مساعد عبد الله الحجرف الارتقاء والتصويب عبد 13 للجهرة كرة مع سعود ضويحي علي مراد الارتقاء والتسجيل 33 قلت لك فارق 20 هدف الكويت فهد شطي بيشيل رمية الجزاء عبد الله الحجرف مشعل شطي ويسجل عمر سعود حلوة حلوة من سعود يفرح سعود إلى حسين الدخول من نايف نايف مقطوعة وصوبها مشال متوقع على نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة مشاري مشاري صيوان هذه لمس الكرة بالقدم تنفس سريع إلى الكويت ويخلصها 30 كرة مع الجهرة تصويبة قوية لكن حلوة برافو للحارس مشعل ماطر تنافس سريعة إلى الجهرة متعب وهد
شوف نلعب في اخر ثانيتين. اطلقت الان صافره نهايه الشوط الثاني بفوز نادي الكويت بنتيجه 38-15 على الجهره. اعزائي المشاهدين، سعدت ان كنت معكم على ان تكونوا قد استمتعتم.